مساء الخير مشاهدينا الكرام، في جولة جديدة لليوم داخل مدينة طرابلس وبالتحديد شارع عجرابة من داخل محل تاج الفخامة للمواد المنزلية. خلونا نشوف آخر الأسعار. ونتعرفوا على أحد العاملين داخل المحل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع قناة تبادل الاقتصادية تعرفنا. أنا وسهلا بك، معك محمد عبد الناصر عكريم، موظف في محل تاج الفخامة. وسهلا بك. نبغى نعرفوا الأسعار متاع اللماعين يعني والمستلزمات المطبخ بكم سعرها والجودة متاعها والله بالنسبة للجودة، الجودة ممتازة وكلها عبارة عن ماركات معروفة وتركية معروفة في السوق بالجودة متاعها. بالنسبة عنا في عنا زي توا طوات من جرانيت الأصلي من ماركة إنجليش روم، إيه مورش إيه. وبالنسبة هادية، بالنسبة هذه الجرانيت أصلي، هذا يعني ما يلصقش الماكلة يعني. إيه لا أكيد، إيه مضمون 100%. صحية يعني في نفس الوقت. إيه أكيد صحية، خير من السلستين والتفال اللي هي التفال العادية. هذا نشوف فيه طاقم كامل أم كل واحدة؟ لا هادم بالنسبة لهادم بالقطعة. ايه بالقطعة. ايه موجود عندكم طاقم كامل لو من السيدات مثلا تبيه كلها لون واحد وتبيه طاقم، هل موجود عندكم؟ طواقم فيه عندنا، طواقم لها حرية الاختيار، هي هل ان هي تبي بالقطعة او ان هي تبي طاقم كامل. من وجهة نظرك يعني اكثر شيء يعني يفضلوه النساء يعني في الطبخ، هل الطفال ام نوع ثاني من الطناجر يعني اللي يطيبوا بيه؟ والله هم ديما الأريحية ديما قصدي يتجهوا للتفال، لأن النساء يعني تشوف إن هي تكون ماكلتها يعني كويسة يعني وحتى صغارة يعني تعطيهم حاجة صحية، لأن هذه أهم حاجة يعني باش تحمي أطفالها وما تبيهاش يعني، لأن في طوات وتناجر ناخده فيهم يعني يلصقوا يعني. كده وبالنسبة للمارك الجرانيت هذه قصدي من ناحية إن الأكل يلصق، هذه قصدي صعب إنه يلصق لأنها ماركة ممتازة. هذه ماركة جديدة نازلة للسوق ولا من قبل؟ إيه لا هي الجرانيت خزي تعتبر من قبل، لكن في السوق الليبي تعتبر جديدة نازلة على السوق الليبي. عندكم مثلا الحديد زي المونينكس أو أسعار يعني اللي ما يبيش مثلا ما يفضلش الطفال نشوفوا أسعار يعني؟ إيه في عنا طاقم من شيفر ألماني جودته ممتازة. إيه مغتمرش. إيه وهذا يا شيفر عندك طاقم شيفر متكون من عدد من القطع. لا بالنسبة لماركة شفر ضمان 100% قصدي من ناحية ان الاكل ميلصلش. لو مثلا اخذت منكم طنجرة وانكسرت مقطتها وتبي مثلا ان هي مغطل الطنجرة، هل انكم بتقدر توفروا لها قطع ام مش موجود عندكم؟ لا بالنسبة للقطع في حد ذاتها صعب انك قصدي توفر، لان معظم ماركة شفر تجي عبارة عن طاقم. تجي طاقم كامل. السعر متاعهم كامل. الاسعار توا حاليا بعد التخفيض 1500 دينار. إيه أربع قطع وفي زيت أو أكثر من قطعة، حتى هذا الشيء فركي زيت أو. هذه طنجرة الضغط اللي نشوفه. إيه حاليا هذه طنجرة الضغط. إيه. بالنسبة لطنجرة الضغط أما الماركة هذه زيت أو هدية سعرها 600 دينار لي. إيه. تحمل. صناعة ألمانية شفرة حتى هي. إيه. إيه إنه هو يكون ما يلصقش، لأن في أربع نساء تأخذ ولما تجي تطبخ تلقاها بسرعة ما إن هي تلصق معها، لكن بالنسبة لشفر ضمان 100% عن تجربة زبائن. نشوفوا طواجين متاع عندكم، طواجين متاع متاع أيوة الكب كيك والحلويات يعني. الأسعار توا هم حاليا مدارين تخفيض واجين بصفة عامة 30 دينار. السعر متاعهم؟ السعر كاين فيه منه ب60 وفي منه ب75، لكن حاليا قصدي تواجين بصفة عامة 30 دينار. طبعا السؤال اللي نسأله فيه طبعا الناس يقولوا ان انتم باش تتعاملوا يعني طريقة الدفع كيف تكون؟ والله هي طريقة الدفع كاش وخدمة ادفع لي، لكن بالنسبة للبطاقة المصرفية هنوفرها ان شاء الله في القريب العاجل. أكيد حابة نشكرك، شكرا لك لصداقتك. بارك الله فيك.
وبهذا مشاهدينا الكرام وصلنا لختام جولة حلقتنا لليوم. كنت معكم أنا أحلام الأزعر من مدينة طرابلس.